بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، وحلقة لن يعوض إخفاق وسلبية نتيجة مباراة اليوم التعادل 1-1. احنا بنعتبر أي نتيجة غير الفوز هي نتيجة سلبية، إلا إيجابية مضمون الحلقة، حيث سنخصصها لأحد الرموز الكبرى في تاريخ النادي الأهلي والمرجعية أو الجاد فادر أو الأب الروحي الذي يتعلم الجميع وينهل منه الجميع معنى تقاليد وقيم النادي الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك وأعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم دائما في ملك وكتابة. هي بالفعل حلقة استثنائية، وزي ما أشار المهندس عدلي هي ليلة في رحاب رجل المبادئ الأمين، رجل المبادئ الأمين في تاريخ النادي الأهلي الكابتن محمود مختار الكيتش. كتير لما كنا نسمع الكابتن صالح في كل تصريحاته وفي كل أحاديثه وكل جلساته دائما ما كان يتحدث عن أستاذه ومعلمه الكابتن مختار التتش، وشفنا أجيال كتيرة جدا تنهل من مبادئ التتش الحارس الأمين تاريخيا على مبادئ وقيم وتقاليد النادي الأهلي. عشان كده لما مر هذا الأسبوع ذكرى رحيل الكابتن محمود مختار التتش، قلنا لكم قبل كده أنه أبناء الملك بالذات الأبناء الكبار بقى معنيين في ملك وكتابة بتقديمهم لكل جماهير النادي الأهلي، خاصة من الأجيال الجديدة يا باشمهندس، عشان الناس تبدأ تتعرف مين جعفر والي باشا، مين الكابتن مختار التتش، مين عبد الخالق باشا ثروت، وهكذا نستمر بإذن الله مع كل حدث للتوقف أمام رمز وتقديمه للجمهور. الهدف من هذا الأمر إيه؟ الوقوف على التاريخ القوي والعظيم للنادي الأهلي. أيوة. ومن أين نبعت عظمة النادي الأهلي؟ أيوة. من فكرته الوطنية، من بذرته الوطنية، من رموزه الكبار، من الحرص الشديد على القيم ولو على حساب النتائج. هذا التفوق والريادة في كل مناحي الحياة. فلما نقدم هذا التاريخ نطمئن على النادي الأهلي. ليه؟ لأن احنا في فترة قلقنا قوي على تاريخ النادي الأهلي لما لقيناه في أيدي إعلام غير أمين عليه، وما زال هذا الإعلام مستمر يتحير الفرصة للانقضاض. وإحنا برضه مش هنسيبه، يعني هو ساب النادي الأهلي مؤقتا، بس إحنا مش هنسيبه لأن هو يكمن ليلدغ مرة أخرى وأخرى وأخرى. فمثل هذه الحلقات هي اللي هتحصن تاريخنا، هي اللي هتحصن ولادنا في مستقبلهم ويعرفوا عظمة ناديهم، وهم هيتحولوا إلى الجنود اللي دافعوا عن النادي الأهلي. لن يستطيع أحد أن يسلب عظمة النادي الأهلي ولا تاريخه أبدا، طالما أن هناك من يذكر ويتم تداول هذه الذكرى بحقائقها وبوثائقها عشان نفضل محافظين على أسباب تفوق الأهلي. عشان كده أكتر من 50 سنة مرت على رحيل الكابتن محمود مختار التتش في ديسمبر 1965، لكن ذكراه العطرة لا تزال حية. في الجزء الثاني من حلقة الليلة هنستضيف بنات التتش، بنات الكابتن محمود مختار التتش، مدام نادية التتش ومدام ماجدة التتش، علشان نشوف بقى في رحاب رجل المبادئ إيه قصة مختار التتش من الألف إلى الياء، ونقدم لكم كل ما هو مهم عن أيقونة النادي الأهلي ورجل المبادئ الأمين. طبعا استضافة أبناء هذا الرمز العظيم أولا فرصة كويسة لينا احنا طبعا وحضرتك، يعني طبعا طبعا نخش بقى في 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 دهاليز وكواليس النبت الطيب. أي. المناخ اللي نشأ فيه هذه الأسرة العظيمة، وقطعا هنعرف حاجات يعني في حياته بتعكس ان يعني كيف تجلت عظمته حتى في بيته. اي فانا طوق لهذه الحلقه تعوضني عن فقد النقطتين اليوم وعن غيابك الحلقه الماضيه. انت ما هو غياب، انت ما اتخذتش غياب يعني؟ لا. الناس خدوا غياب. الجمهور خدك غياب. بس انا لحقتك في الاخر بالمقابل. يعني لحقتني. طيب. على الهامش متحدث رسمي. ماشي. طيب تعادل الاهلي منذ قليل مع وادي دجله
واي نتيجه غير الفوز بالنسبه للنادي الاهلي البعض يراها عدم توفيق او خساره او لكن خلينا نقول هي دي الكوره، وهو ده الظرف الصعب اللي فريق الاهلي بيمر بيه. كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه عن ظروف هذه المباراه، يا ريت لو جاهز المؤتمر الصحفي هنحاول نعيده لحضراتكم عشان تشوفوا اللي ما تابعهوش في الاستوديو التحليلي قبلنا يعرف الكابتن حسام كان تفسيره ايه لهذه الحاله. الفريق ادى في غياب للتوفيق واضح جدا، لكن النتيجه لا تعبر عن سير المباراه، واعتقد انه في دروس كتيره فيها الكابتن حسام يعيها لقادم المباريات. من سوء البخت انك انت اللحظه اللي انت بتسجل فيها هدف التقدم بيتعادل وادي دجله في نفس الدقيقه، فبالتالي بتضيع بعد كده كل الفرص اللي سنحت للفريق. لكن في اطار نفس الاسبوع ايضا، هذا الاسبوع ال 15، انبي فاز على المصري 2-1، الداخليه فاز على طنطا 2-1، الاسماعيلي كان فاز على المقصه 4-1، والرجاء تعادل مع النصر 0-0، والاسيوطي فاز على بتروجيت 2-1، بنفس النتيجه فاز سموحه على الانتاج الحربي، وطلائع الجيش تعادل مع الاتحاد السكندري 0-0. بكره مباراه الزمالك والمقاولين. نتيجة الأهلي زي ما قلت لكم، أي يعني أدي الشوطة في حاجة كده في الدنيا، في حاجة كده في الدنيا، سوء بخت باين يعني إيه ده؟ وخبطت لطشت في السلية عشان تعلى تاخد كيرف أعلى عشان تخدع الشناوي أكتر. بس الكرة فيها كل حاجة يا جماعة، ودي مسابقة دوري. شوف منين الكرة دي؟ دي مسابقة دوري. اليوم السابع بعد المباراة قال الأهلي يعود للنتائج السيئة ويفقد نقطتين أمام دجلة، ويلا كورة. قال الأهلي يعجز عن العبور من حافلة دجلة والاقتراب من الصدارة. وفي الجول قال الأهلي يعود للتعثر بتعادل خاطف أمام دجلة. والمصري اليوم قال الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام وادي دجلة. وموقع الوطن قال الأهلي يفقد نقطتين في سباق لحق القمة بالتعادل مع وادي دجله. يعود ويعجز ويتعثر ويسقط ويفقد، ايه ده الجمال ده؟ يعني طبعا ده الاهلي التعادل خساره، يا اي نتيجه غير الفوز لا ينفعش. زي ما قلت لكم الكابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال ان الاهلي عانى من سوء توفيق او غياب التوفيق، لانه حتى التعبيرات مفيش سوء توفيق، وفي يعني التوفيق موجود يا غايب، لكن في سوء حظ وفي سوء بخت، لكن مفيش سوء توفيق، ده لضبط الصياغه لدى الكثيرين. اشار البدري ايضا في تصريحاته ان المباراه شهدت حاله من التسرع، وده كان سمه الفريق، وقال ان احنا كنا نستحق ان احنا نسجل اهداف اكتر، بس سيبنا من اللي اتقال في الجرايد او في المواقع على لسان حسام البدري، ونرجع نشوف الكابتن حسام البدري قال ايه في المؤتمر. لان شفنا طبعا زي ما انا بقول في البدايه ان مفيش توفيق بالنسبه لنا النهارده، لان الضغط اللي انت عملته نتج عنه طبعا برضه ضربه جزاء، وكنت لازم قبل ضربه جزاء برضه كان يبقى في اهداف ليك، لكن ما كناش موفقين. ومجرد ما جت ضربه الجزاء الباب مش ممكن. يا جماعه هضطر اخذ المؤتمر لو سمحتوا بالشكل ده، هضطر اخذ المؤتمر لو سمحت. فين بتاع برزنتيشن يا جماعه؟ انا واقف يا باشا. بتقطع ايه في الباب لو سمحت يا كابتن؟ اشتغل يا فندم، ما حدش يدخل تاني بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. فطبعا زي ما انا بقول نتيجه الضغط اللي احنا عملناه النهارده كان في فرص كتير، لكن كان في تسرع وما كانش في وضوح في الفرص بشكل كبير. كان في ضغط هجومي على فرقه دجله، لكن في تسرع مننا، وفي نفس الوقت التوفيق لفرقه دجله ان مجرد ان برضه ما جبنا الهدف يترد علينا هدف على طول، فطبعا ده توفيق كبير جدا وعدم توفيق بالنسبه لنا، لكن وارد في كره القدم. طبعا يعني وارد في كره القدم، ولسه الدوري طويل ولازم نقفل الصفحه ديت، لان فعلا مباراه النهارده السيناريو بتاعها غريب جدا، يعني فعلا ما فيش توفيق وبيبقى في ايام كده يعني، بس ما اقدرش اقول اكتر من كده. طب معايا اسئله في حد؟ اتفضل كابتن حسام. شفنا الترتيب الاول نزول صالح جمعه وعاشور خرج، تمام. هل ده كان تبديل
عاشور. عاشور كان ايه؟ عاشور اشتكى من حياته. لا لا ما اشتكاش، لا ما اشتكاش، لا ما اشتكاش طبعا. يعني هو تغيير خاص بالمباراه يعني. بس احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا مشكله في المركز وعندنا اصابات كثيره، لكن هاني ادى بشكل كويس، لان هو يعني من فتره طويله عارفين الاصابات دي بقالها فتره طويله جدا، وانا كنت هاني في تمرينات كثيره جدا كنت بحطه في المركز ده على اساس يبقى جاهز تحصما لاي حاجه، وقد كان يعني. ماشي، حد عنده سؤال ثاني؟ مفيش اسئله؟ خلاص، شكرا جزيلا يا جماعه. تمام، شكرا. طيب، ده الكابتن حسام البدري، و يعني شرح حتى بالنسبة لحسام عاشور إن خروجه ما كانش لأي إصابة أو أي شكوى، وإنه خروجه فني. بتعادل الأهلي النهاردة يا جماعة، الأهلي وصل للنقطة 30، الإسماعيلي عنده 34، لكن الأهلي بيتأخر عن الإسماعيلي يا باشمهندس بمباراتين. الأهلي لعب 13، هو في 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 حاجز مش عارفين نعديه. من ساعة ما كان فاضل أربع مباريات، وكان كنا عايزين مباراة او مباراتين، من ساعتها الدنيا معكسانا. الحاجز ده انا لو اتكسر والاهلي ركب القمه، اعتقد الامور هتتغير جدا. الاهلي عنده المقاولين والنصر، الماتشين ماتشين متعبين جدا. يعني مش، وبعدين انت عمال تفقد النقاط في ماتشات ايه، ما انت شايف اهو، يعني مستحيله يعني كوره منين دي تروح في المقص بالشكل ده وتخبط في السوليه. وفعلا في تسرع، انا حاسس في توتر في اللعيبه، وهو النتائج السلبيه بتبتدي تضغط عليك. طب بقى يعني بخبراتك الطويله في مواجهه امور زي كده، تنصح بايه اللي ايده بقى في المايه المتلجه يتكلم؟ ايوه اتكلم براحتك بقى. بص، الماتشات اللي تلاقي الفرق رجعت لك وكومت لك وكل همها تطلع بنقطه، بيحلها ثلاث حاجات. السرعة الفائقة واللعب على الأجناب. أيوه. مع الاندفاع من خطوط الوسط في اتجاه المرمى، يبقى في كثافة. ودي بتحصل لما نكون فايقين قوي. يعني نكون فايقين قوي، أطرافنا فايقة قوي، اللي هو احنا في الفترة دي مش فايقين قوي. بدنيا. في حاجة، يا ذهنيا يا مشدودين، في حاجة ضغط عليك. طيب، لما يكون الحال كده وعندك مجموعة من المهارات، دي ما تضيعش مثلا، اي كل دي مجموعه من المهارات، يبقى الحل في المهاره الفرديه. مهاره فرديه، ساعتها لازم اللعيب يعني يلجا لابتكارات. بص الفرص منين بتضيع. وخلي بالك اللي بيكلمه يعني وليد ازارو منشط الفرقه تماما، يا ضربه جزاء بيجيب جول. الحل الثالث، لازم يكون عندك ناس بتعرف في الزحمه تشوط، تخطف تشوط من حدود يعني على الاجناب. واحد زي عمرو بركات عنده هذه المهاره مثلا، كحل فردي بقى. حلول فرديه. اما تيجي الماتشات تبقى عامله واخده الشكل ده ومفيش توفيق، الحل الفردي. طبعا انا راجل مش مدرب، ممكن يقول لي العشوائيه بتاعتك دي ممكن تكلفني المباراه. ممكن ما احنا بنتكلم يعني من رفاهيه الحديث، احنا غرمانين حاجه محدش هيحاسبنا. ده بالناحيه الفنيه، الناحيه الحلول الفرديه، لكنه بصفه عامه لابد الفريق محتاج انه يهدى بقى ويركز اكتر، يستعيد شخصيته، يستعيد ثقته بنفسه، يستعيد انه مش مشكله ممكن تبقى متاخر وتعوض، لكن انت يعني كذا ماتش تبقى انت المتقدم ويجيبوا فيك جون التعادل. فدي اللي يعني الاجوان كمان بتيجي ورا يعني بسرعه، ما بتستناش انك انت تقتل المباراه يعني. وده يخلينا نلفت النظر لضروره التركيز بعد التسجيل، يعني لا تعتقد بس دي كره. يعني انا الحقيقه يعني للوهله الاولى قلت ما هو يجوز حسام لما موجود كان دي كره ولا حد يفكر يشوطها. اول التفكير انك تشوط ده تفكير فيه نوع من اليأس، يعني انت احيانا تشوط من بعيد كده كوره بتجرب يعني. طب دي ايه يعني؟ هو شايتها كان حاسس ان هتمشي كده، مستحيل يعني. صحيح. طيب، الجهاز بيلغي الراحه بكره للاعيبه اللي شاركت النهارده، وبيستأنف في التدريب الساعه 3 العصر في ملعب مختار التتش.
اللعيبه اللي ما شملتهمش قائمه المباراه النهارده اتمرنوا النهارده صباحا في ملعب مختار التتش بالجزيره، شارك فيه اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراه، صبر رحيل واكرم توفيق وعمرو بركات وميدو جابر وعبد الله الشامي ومروان محسن واحمد حمدي ومحمد عبد المنعم المدافع الصاعد، واتمرنوا تحت قياده الكابتن سيد معوض المدرب المساعد، بينما الكابتن عماد متعب نجم هجوم الفريق غاب عن هذا المران النهارده لظروف عائليه واتصل بالجهاز الفني وابلغوا اعتذاره. رامي ربيعه ادى مران تاهيل لصباح اليوم على هامش مران اللاعبين الغائبين، وتدرب ربيعه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل للشفاء من اصابه بالتهابات في الحوض. بدا التنسيق وبدا الترتيب بقى والاعداد للمرحله اللي جايه. لجنه الكوره اللي شكلها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وعضويه كل من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق عقدت اول اجتماع ليها وناقشت الكابتن حسام البدر المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في احتياجات الفريق للمرحله القادمه. الاجتماع كان امبارح وطلبت اللجنه من الكابتن حسام والكابتن سيد تقديم تقرير خاص جدا عن اوضاع الفريق وعن احتياجاتهم بالظبط والاسماء اللي هم محتاجينها لتدعيم صفوف الاهلي في المرحله اللي جايه. ووافقت اللجنه بعد التنسيق مع الجهاز الفني على اقامه مباراه وديه للاهلي مع منتخب انديه المحترفين بالمملكه العربيه السعوديه. يعني اللعيبه الاجانب في الدوري السعودي بينهم منتخب هيلاعب الاهلي في مباراه في فبراير اللي جاي ان شاء الله تحت رعايه المستشار تركي آل الشيخ رئيس رعايه الشباب والرياضه في المملكه. وطلبت اللجنه من الكابتن سيد عبد الحفيظ مخاطبه اتحاد الكره لمعرفه الموعد المناسب لهذه المباراه خلال شهر فبراير في ظل تلاحم المباريات وضغط الجدول. اللجنه اكدت ايضا في اجتماعها ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه، لانه بمجرد ما اعلن تشكيل اللجنه بدات التفسيرات الاعلاميه تحيط الكابتن حسام البدري والجهاز الفني بكثير من القلاقل والتشكيكات والمرحلة اللي جاية والعلاقة وطبيعتها وخلفياتها وسوابقها وكل الكلام اللي انتوا تابعتوه. اللجنة في اجتماعها أكدت ثقتها الكاملة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري وأكدت دعمها الكامل للجهاز الفني بكل عناصره يا باشمهندس ومساندته بكل قوة وهو ده اللي كان اكد عليه الكابتن محمود الخطيب خلال الفتره الانتخابيه اما كان بيواجه بان في اشاعات كانت بين العاملين كانت اشاعات يعني هادفها الى ان تعمل نوع من القلق والتوتر لو جاي الكابتن الخطيب هيعمل وهيساوي وهيمشي وهيجيب فهو ماشي في 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 تاكيد ما قاله وطمانه العاملين، كل واحد بيأدي عمله ما عندوش مشاكل مكمل بالظبط الا اللي بيخرج عن اطار يعني واحد عنده مشاكل ماليه واحد عنده مشاكل سلوكيه ده مواضيع تانية لا يمكن مرور. لكن الناس اللي بتؤدي عملها هو بيطمن الناس كلها، كل واحد يا جماعه يوريني شغله ونقيمه. يعني اللجنه كمان قررت مخاطبه الفيفا بشان سرعه حصول الاهلي على مستحقاته التعويضيه عن الاصابه المؤثره اللي لحقت بمهاجم الفريق مروان محسن اللي كان أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من سنة فاتت في يناير الماضي. أصيب مروان محسن فوفقا للوائح الفيفا بيتحمل الفيفا قيم تعويضية للاعبين الدوليين اللي بيتعرضوا لإصابات مؤثرة مع منتخبات بلادهم في مثل هذه البطولات الكبيرة. اللجنة كمان هو هنا التعويض، بس عايزين نقول دلوقتي انت العملية نفسها والاستشفاء منها دي مسؤوليه اتحاد الكوره. لكن في اثار سلبيه، انت اتحرمت من هذا اللاعب خلال سنة. فتره سنه تقريبا وتدي له عقده يعني وهو نفسه بيتكبد جزء من ان هو نسبه المشاركه على الاقل وبتخسره فنيا. فاعتقد ان دي سياسه حميده من الفيفا انها تعوض الانديه اللي لعبتها بتصاب في المنتخبات. صحيح. اللجنة أكدت كمان أنها هتكثف اجتماعاتها في الفترة الجاية للوصول إلى التصور كبير وشامل لتطوير قطاع كرة القدم في النادي وتطوير لوائحه المالية والإدارية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة الخاصة بالهرم الكروي كله في النادي، إذا كان الفريق الأول أو قطاع الناشئين وتطويره أو قطاع الأكاديميات والمزيد من انتشارها داخل وخارج البلاد.
قطاع الكرة أو لجنة الكرة برئاسة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي كان مجلس الإدارة أيضا قرر تعيينه المدير الرياضي للنادي. وده لا مسمى لجنة الكرة مش برئاسة الكابتن عبد العزيز. لا مجلس الإدارة مجلس الإدارة عين الكابتن زيزو المدير الرياضي. المدير الرياضي مش إنما لجنة الكرة برئاسة الكابتن خطيب. بمناسبة الكابتن زيزو هذا الأسبوع بتحل ذكرى ميلاده هذا اليوم طيب النهارده 25 ديسمبر 1952 عيد ميلاد الكابتن زيزو. كل سنة وأنت طيب. عنده كم سنة الكابتن زيزو؟ عنده 65 67 سنة؟ 65 لا ما يبقاش 65 يا 62 يا 67 65 ازاي 65؟ هو مواليد 52 واحنا في 52 انا فاكر 55 لا يبقى 67 يا زمن كابتن زيزو اكبر من كابتن خطيب بسنتين 65 كابتن خطيب 54 مواليد 54 يا الله جيري الوقت جيري صحيح. كل سنه وانت طيب يا كابتن. كابتن زيزو بدا الكوره في ناشئ النادي الاهلي سنه 65 يعني بصوا المفارقه. كابتن محمود مختار التتش رحل عن دنيانا في 65 ده نفس السنة اللي التحق فيها الكابتن زيزو كناشئ بالنادي الأهلي. بدأت مسيرته مع النادي الأهلي وسنه 13 سنة. كان الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله أول من تنبأ بنبوغ زيزو منذ صغره وهو اللي أشار إليه وبدأ يتابعه. بعد كده تابعه الكابتن محمد عبد صالح الوحش وقام بتصعيده للفريق الأول وسنه 17 سنة وبدأت مسيرة بقى الكابتن زيزو. ودخل المنتخب على طول. من أصغر اللعيبة اللي مثلت مصر. الاتحاد الكورة كمان أو اتحاد الكورة اعتمد في اجتماعه اللي انتهى النهارده برنامج إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم. وأكد على إقامة المباراتين الوديتين للمنتخب مع البرتغال واليونان 23 و 27 مارس في زيورخ بسويسرا والمقرر ان المنتخب هيدخل معسكر يوم 19 مارس قبل السفر الى سويسرا ان شاء الله. كابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكوره اعلن اختيار مجالس ادارات مناطق الاتحاد على مستوى الجمهوريه. التشكيل لبعض المناطق اللي تم الانتهاء منها تضمن اختيار الاستاذ المندول حسيني رئيسا لمنطقه الجيزه وكابتن صلاح رمضان رئيسا لمنطقه البحر الاحمر وأشرف موسى لمنطقة إنا وسامي سوس في سوهاج وسامي كرم في البحيرة وأحمد أبو طالب المنوفية وأحمد أبو هرجة الغربية ومحمد الزغبي في الإسماعيلية وعزمي آدم في شمال سيناء ومحمد سيف في أسيوط ومحمد ياسين رئيسا لمنطقة بورسعيد وعامر حسين رئيسا لمنطقة إسكندرية وأرجى الاتحاد لاجتماع قادم تشكيل منطقة القاهرة. كمان اتحاد الكرة استعرض في هذا الاجتماع تفاصيل إنشاء مركز المنتخبات الوطنية في إطار تطوير البنية التحتية المهمة جدا لرعاية المنتخبات الوطنية. وافق الاتحاد على إنشاء هذا المركز للمنتخبات. ده يكون مركز متخصص في كرة القدم بيكون بمثابة بيت الكرة المصرية والعربية والأفريقية وبيقام هذا المركز على مساحة 12.5 فدان تم تخصيصها من الحكومة لاتحاد الكرة في مدينة 6 أكتوبر ليواكب اتحاد الكرة تطور صناعة كرة القدم عالميا. وهذا المشروع سيتم تمويله من قبل الفيفا إضافة للموارد الذاتية في الاتحاد. مجلس إدارة الاتحاد حدد أهداف هذا المشروع الكبير جدا لتوفير البنية التحتية وتطوير علاقات كرة القدم وخفض النفقات ورعاية المنتخبات من خلال مشروع كبير جدا بيقام على عدة مباني وبيوفر لها التدعيم زي ما قلت لكم من لجنة الفيفا. وهيبقى في مباني فندقية يعني هيبقى ممكن تعمل معسكرات وتستضيف فرق يعني مدينة كروية. طيب بمناسبة بقى اتحاد الكورة والمنتخب الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. احنا بنتكلم على انه منتخب مصر بيستعد لكأس العالم والأول مرة الجماهير المصرية تفرح ببلوغ المنتخب المونديال بعد 28 سنة غياب والكل مطالب بمساندة ودعم المنتخب. لما يطلع جورنان قومي وأعي جريدة الأهرام المسائي
بموضوع كبير، مش يعني مش فتنة، لا ده شيء جاد وواضح وصريح زي ما انتوا شايفين. الأهلوية ايد واحدة في المنتخب ضد الإسماعيلي. انا ما اعتقدش ان في اشد عصور الفتنة الرياضية كان الكلام ده بيتكتب. الأهلوية ايد واحدة ضد الإسماعيلي في المنتخب. كنا زمان بنعاني ان المنتخب فيه تقسيم بين الأهلي والزمالك، لا ده بيتقال ان الأهلوية تكتلوا ضد الإسماعيلوية، والكلام انه ناجي ضد عواد وبيضغط لبقاء اكرامي في قائمة روسيا 2018. مين اللي كاتب المقال؟ الزميل محمد صيام. الزميل محمد صيام؟ اه، احد المخترقين. ايوه. عرفت بقى انا كان ايه اللي مجنني؟ ايوه، ان محمد صيام ده اتعملت له عضويه في النادي الاهلي من سنتين، عضويه عامله. عضويه في النادي الاهلي؟ ايوه. اه، عضويه عامله. آه. وان محمد صيام ده كان احد الذين يصيغون الشكل الاعلامي للنادي الاهلي. اه، عرفت بقى انا ليه كنت خايف؟ وقلت ان من تاني يوم من تاني يوم لو غاب المهندس محمود طاهر هيبدا عملهم الحقيقي الجاد في محاربه الاهلي من تاني يوم. ولذلك لن اتوقف عن كشفهم ومتابعتهم، لان هم خلاص. وهو المعد للكابتن مدحت شلبي طبعا. اه، يعني عشان تبقى الامور واضحه عند الناس. بص انا وبالاسم هقول لك البرنامج ده هيقول كذا والبرنامج ده هيقول كذا. الاعداد يقود احيانا الامور. اه، هذا ليس تماما للكابتن مدحت، ولكن بقول له خلي بالك بقى. اه، خلي بالك من الاعداد بتاعك. وجبات مسمومه يتم طبعاً اعدادها. طبعا. اه، طبعا. آه. لان ده معناه ايه؟ يعني الناس عماله تقول ها ده عشان ياخدك بعيد عن سكه حسام غالي. ما هو بيضرب 10 عصافير بحجر. هو حسام غالي والكلام ان مبعد من الثنائي محمد فايز واسامه نبيه. محمود فايز. محمود فايز. هم زملكاويه طبعا. مفيش مشكله. وخلاص الموضوع ده يعني يكاد يكون حوسم. كل جهاز وامره. وما حدش بيتكلم فيه. لا. انا بقول لك بقى ده ناجي اجيبه. بقى ان ناجي عايز يطيح بعواد، مع ان عواد سبق ضمه للمنتخب. وانا سمعته كتير بيتكلم بحب شديد عن احمد ناجي ودعمه ليه. والقضيه يا جماعه مش قضيه احمد ناجي. يا عم هو القضيه مش قضيه عواد وناجي، دي قضيه اسماعيل واهلي. ايوه. اولا يطلع لك ان بيحاربوه. ايوه. وبعدين يقول لك بيضغطوا عليه عشان يروح الاهلي. وبعدين يقول لك 100 مليون جنيه. وبعدين يقول لك الخطيب قال بالمناسبة بقى، وانت المتحدث الرسمي، اتقال ضمن اللي اتقال حتى الكابتن سعفان طلع في بعض الحاجات وقال انه عرف انه الكابتن محمود الخطيب اتصل بالمهندس ابراهيم عثمان وطلب ضم محمد عواد للاهلي، وانه ابراهيم عثمان طلب 100 مليون جنيه وحارس كمان. اولا تعال نشوف النهج اللي ماشي بيه النادي الاهلي في خلال ال 25 يوم اللي فاتوا بعد الانتخابات. نهج دراسة كل مشكلة وعدم التصريح فيها إلا بعد الانتهاء من دراستها. لسه لجنة الكورة يوم السبت الماضي اتعرفت على بعضها وقعدت مع بعضها مرة أو اتنين. وإحنا قرينا بعض التوجيهات أو الكلام الذي تم تداوله في خلال لجنة الكورة، ما فيهوش ترشيح أسماء خالص. إنما يطلب الكابتن الخطيب من الجهاز الفني والإداري تقديم طلباته. فالكابتن الخطيب مش هيروح يكسر نظام هو عايز يدعمه بانه يروح يعمل اتصال من اجل لاعب لم يطلب بعد. دي حاجه. حاجه ثانيه بالعقل كده، هو انا ممكن اروح اطلب من النادي اللي بينافسني زي هو ما يجي يطلب مني مثلا لعيب مهم عندي او لعيب دولي عندي؟ مش منطقي. احنا الاثنين بنتنافس، ما احناش فيه يعني فوارق في الترتيب، او احنا مش في منافسه. فالمنطق بيقول ان ده لم يحدث. بالاضافه الى ما سوف تقدمه انت الان من ادله. طيب، اللي تم الزج باسمه في هذا الكلام الكابتن سعفان الصغير. نسمع الكابتن سعفان في تفسيره لهذه الفتنه الرخيصه قوي. والرخيصه يعني اعتقد اقرب الالفاظ تهذبا طبعا. طبعا. لانه اولا يا جماعه الاهرام المسائي صحيفه قوميه، يعني صحيفة من مال الشعب، فبالتالي لما تخصص لمحاربة منتخب مصر اللي بيعبر عن إرادة هذا الشعب يبقى في مشكلة كبيرة. ده لا موقع إلكتروني
ولا صحيفة خاصة ضرب ولا حاجة بتاعت حد. ضرب في المنتخب وفي الأهلي ده منتخب مصر الإسماعيلي. ده منتخب مصر اللي بيستعد لكأس العالم. لما صدر له فتنة، فتنة بمعنى الكلمة، هي الكارثة السوداء اللي حصلت في بورسعيد جت إلا من سبب مثل هذه الفتن الكبيرة غير مسؤولة. أنا بعمل إيه بقى؟ والله العظيم بالمعايير، بالمعايير يعني بعد ما نسمع الكلام بتاع سعفان بمعايير المهنية بتاعة الإعلام اللي عايز يطبقها يجب أن يؤاخذ طبعا، لأنه هو في أشد فتنة بين أن أنت تقول للجمهور اللي حصل. أولا علاقة الأهلي مع جماهير خط القناة مش ناقصة توتر. محمد صيام الراجل من السويس واعي هذه المسألة، وهو نفسه شديد الكراهية للنادي الأهلي، حتى في كلام كتير جدا قبل كده عنه. ومع هذا دي ميول شخصية هو يملكها وهو حر فيها، لكن لما يتم تصدير هذه المعاني بهذه الفتن بهذه المنشطات ومعاني مختلقة فيما بين الأهلي والإسماعيلي مختلقة طب ما نسمع الكابتن، بلاش الأهلي، نسمع الكابتن سعفان الصغير نفسه مدرب حراس الإسماعيلي بيفسر اللي حصل بإيه. لو انا فتحت مش هيسلكوا معايا. لا ما انت جامد، معش كده جايبينك على الهوا عشان انت جامد. عملت الماتشات بتاع امبارح بتاع الاعلام المسائي بتاع كابتن محمد صيام؟ لا للاسف. اوكي، بيقول ايه؟ ماتشات كبير كده الاسماعيلي واتحاد الكوره ضد الاتحاد الكوره والاهلي ضد الاسماعيلي في ايه؟ احمد ناجي يوعد اكرامي كبير بسفر ابنه روسيا ويستبعد عواد. كابتن احمد ناجي طبعا قرا الخبر دوت اتصل بيا قال لي بص انا هنزل ايه دلوقتي على البوست بتاع سعفان. كابتن احمد ناجي رفض واستنكر كل اللي كاتبه استاذ محمد. انا متاكد تماما ان هو ما عملش كده. هو استاذ محمد صيام كاتبه ليه دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان خاطر احمد ناجي كان واقف مع الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات، محمد صيام كان واقف مع محمود صلاح في الانتخابات. صراع شخصي يعني. الكابتن محمود الخطيب كسب، خلاص يا سيدي اللي كسب قول له مبروك. احنا نفضل بقى نقطع في بعض. هيخلصوا في بعض بقى ويجوا على الولد. ويجوا على الولد عواد. انا عارف. طب يقول لك الاهلي دخل في مفاوضات على عواد والاهلي مستعد يفتح ميزانيه مفتوحه في موضوع عواد ده. الكابتن محمود الخطيب كلم باشمهندس ابراهيم عثمان محمد عواد. ايوه. الباشمهندس ابراهيم عثمان حط فلوس 100 مليون جنيه في محمد عواد. إيه كام؟ 100 مليون. في عواد؟ او في اي حد يقف؟ 100 مليون جنيه؟ اوه ده طبعا ده رقم تعجيزي. اكيد رقم تعجيزي. ما انا برد عليك اهوت بقول لك هو حط 100 مليون جنيه. ده بجد الكلام ده اتقال رسمي؟ اتقال رسمي. قال الكابتن الخطيب كده يعني. قال له 100 مليون جنيه. والخطيب قال له ايه؟ لا لو هتقول حاجه ما تنفعش على الهوا ما تقولش. لا انا ما بخافش على فكره. لا ما اعرفش رد الخطيب ايه، الكابتن الخطيب ايه يعني. انت عرفت الرقم اللي اتقال وما عرفتش على فكره؟ كمان هقول لك على حاجه. قول. هو اعلنها باشمهندس ابراهيم علانيه كده، قال لك اللي عايز عواد يدفع 100 مليون جنيه. طيب حدث بالفعل ان الكابتن الخطيب حدث بينه وبين ابراهيم بيع عثمان مكالمه وحيده للتهنئه بمجلس الاداره. المهندس ابراهيم عثمان اتصل بالكابتن الخطيب ثاني يوم الانتخابات يهنئ فقط. طبيعي ما تتطرقوش بقى ده واحد بيكلمنا يقول له اديني اللعيب اللي عندك حارس الاساسي بتاعك. انما هو جميل قال لك الرد اهو. يعني هو عايز يقول ايه؟ اللي عايزه بقى يدفع لي 100 مليون جنيه. وبعدين رجع قال له طب وانت الكابتن الخطيب قال له انا سمعت بقى الكابتن الخطيب قال ايه؟ بس هو قال تفسير للي اتكتب في الاهرام المسائي. لا ما هو عارف ان العمليه من الاول الهدف منها الاثاره. هو في الاخر بقى دخلها في سكه ثانيه ان بقى ما اقفلوا الموال ده اللي عايز عواد مش هنبيعه اقل من 100 مليون. وهو ده تصريح ممكن يكون قاله المهندس ابراهيم عثمان بشكل مطلق. هو الغريب لك مش للنادي الاهلي. بص احمد ناجي في فرح محمد عواد وبيبارك له. ده بقى اللي ناجي بيوصي ماشيه من المنتخب يا جماعه، وده اللي ناجي بيحاربه، وده اللي ناجي طلع بمجرد ما منشط الفتنه ده اتكتب، ومنشط الفتنه الرخيص اتكتب، كان الكابتن ناجي سارع في على الفيسبوك على صفحته قال كنت اتمنى الا اكون طرفا في هذه اللعبه التي اكرهها تماما، ولكن لحرصي على عدم المساس على من معنويات حارس احبه واقدر اجتهاده، وهنا اعني ابن محمد عواد، سعادتي به كبيره لما يقدمه من مستوى متميز. اوضح ان كاس العالم بعد 7 اشهر، ولقد تعودنا كجهاز على ان يكون طريقنا في العمل من اجل ارضاء رب كريم هو العدل والشفافية.
فلا يمكن أن يكون عملنا مبنيا على علاقة شخصية أو ما شابه ذلك. هناك رب يراقبنا، وتوفيق الله لا يأتي من فراغ. أتمنى من الله حينما تقترب مسابقة كأس العالم أن يكون كل الحراس على المستوى المأمول، وسوف يتم اختيار الاختيار على أفضل 4 حراس سيدخلون المعسكر النهائي، سيخرج منهم واحد قبل البطولة، بدون ذكر أي أسماء، البقاء للأفضل والمشارك بشكل دائم مع فريقه. وأتمنى للجميع التوفيق من أجل نيل شرف ارتداء قميص الوطن الغالي. تمنياتي للجميع بالتوفيق، دعواتكم. ده الكلام اللي قاله ناجي، سبع وده شهور الفرح اللي حضره. 7 شهور آه. انت بتتكلم على حارس مرمى هيتم اختياره للسفر بعد 7 شهور، ممكن قبلها بشهرين يبقى فيه معسكرات وبتاع، لكن مؤكد ان عواد اللي سبق ضمه قبل كده اذا استمر على لازم منوال هيكون موجود، وممكن الشناوي بتاع النادي الاهلي اذا استمر على كده يكون موجود، ممكن اكرامي يرجع يستعيد بريقه يكون هو احد المرشحين الكبار، ممكن الشناوي بتاع الزمالك يرجع تاني. انت فاكر قبل البطوله الافريقيه والحيره اللي كنا فيها ان الثلاث حراس على اعلى مستوى وبعدين اترتبوا ان الشناوي كان هيلعب وبعدين اصيب وبعدين الحضري لعب وبعدين اكرامي اصيب؟ في ترتيبات للقدر انت ما تقدر تقول ايه اللي هيحصل النهارده، فالعبوا غيرها وابعدوا عن استدراج الجماهير للحته اللي انتوا عايزينها لو ليكوا شيء من المسؤوليه تجاه هذا البلد. انا اعتقد الكلام واضح، كما انه التحذير واضح جدا. اوعوا تكونوا فاهمين انه عشان الانتخابات خلصت ملاحقه اي محاوله للاستهداف او ضرب استقرار الاهلي ممكن برنامج زي برنامجنا يتخلى عنها على الاطلاق. بالعكس، هنكون شديد الوضوح والقوه والصراحه في مكاشفه اي عمليه مساس مش بس بالنادي الاهلي، بمنتخب مصر، بحقوق هذه الجماهير، بحياه الجماهير، لانه اللي حصل في بورسعيد اتمنى ان يكون درس لكل الناس. ما يعني لا داعي ابدا لمزيد من تصدير التوتر للشارع الرياضي، ولا داعي ابدا لمزيد من محاولات ايقاع الفتن بين الجماهير. هو بعد ان فقد بعضهم موقعه في الاندساس داخل النادي الاهلي لتفجيره من الداخل، هي محاولات بتعكس الياس بالتفجير من الخارج. ولا ده هينفع باذن الله، ده ولا ده هينفع، بس كل يوم اوراق التوت تتساقط عشان تنصفنا. لما كنا بنتكلم اوراق التوت تتساقط عشان الناس تعرف ان كان مخاوفنا ليها اساس من الصحه. فبرضو معانا هنا او مع النادي الاهلي بشكل عام، مش هينفع هذا العبث. روحوا العبوا بعيد، روحوا العبوا بعيد. وقابلونا بعد الفاصل للحظات مهمه جدا واستثنائيه في رحاب رجل المبادئ مع بنات الكابتن محمود مختار التتش، ولقاء استثنائي تماما. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئة وإرادة ربنا، شيوخك الكسب تمكنا، وبشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما 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 في الأمان. قوم يا اهلي شوف ولادك والحشود، من اعظم واغلى
أبناء النادي الأهلي أيقونة ورمز كلنا لما بصلتنا بتختل شوية بنروح ظبطينها عليه كده ايه يقول لنا اعملوا كذا. هو مش بيقول لنا، هو بيلهمنا احنا والكابتن صالح وكل من اتى بعده، وهو استلهم جيل كبير طويل قبليه استطاع ان ينهل من نهل مبادئ وقيم وتقاليد النادي الاهلي. معانا اتنين وردتين من بستان الراحل العظيم مختار التتش. مدام ماجده اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. مدام ناديه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. مدام ماجده كابتن مصر في كره اليد، ومدام ناديه حرم كابتن مصر في كره اليد. كابتن طه الشافعي زميلي في الفصل وحارس مرمى سابق تحول الى كره اليد لينبو فيها. ولكن قبل ما زميلي لازم ادي له الفرصه برضه يعني يرحب بيكم، بقول لكم منورين ربنا يخليك بيتكم واستوديوكم و روح الراحل العظيم كانت بترفرف على اجواء النادي الاهلي خلال الانتخابات، ويوم الانتخابات كنت ترى يعني ريحته في ابتسامات الناس وهي داخله يعني تعاني عشان تقوم بواجبها. ابراهيم الحقيقة هي دي قيمة النادي الأهلي، لأنه حتى في هذا النشيد التاريخي من شيوخك اكتسبنا مجدنا. فدايما وأبدا النادي أو الكيان اللي له هذا التاريخ الكبير جدا ما يخافش أبدا على الحاضر بتاعه ولا يقلق على المستقبل. يقلق إمتى على الحاضر ويخاف جدا من المستقبل؟ لما همزة الوصل بينه وبين ماضيه تختل أو البعض يحاول يقطعها. عشان كده فكرة ان الاهلي دايما وابدا يستلهم خطاه من تاريخه هو ده القيمة الحقيقية او التميز الحضاري للنادي الاهلي، انه عنده بوصلة زي ما المهندس عادلي اشار، حد عنده بوصلة، كيان له قيمة، دستوره هو تاريخه، لان كل ما انجزه هؤلاء العظماء في تاريخ النادي الاهلي حولوا المسألة الى دستور حقيقي لكل هذه الاجيال. عشان كده في رحاب ذكرى رجل المبادئ الامين الكابتن محمود مختار التتش، دعونا نرحب من جديد بمدام ماجده التتش ومدام ناديه، ونشوف في هذا التقرير الصوتي بعضا من ملامح رجل المبادئ العظيم. مخطئ من يقول أن محمود مختار التتش قد مات، فالسيرة العطرة والأعمال الخالدة أطول من عمر الإنسان تخلده أبد الدهر. والتتش الذي ولد في 29 من سبتمبر عام 1905 وتوفي في 21 من ديسمبر لعام 1965 من مواليد الإسكندرية، والابن الثالث للدكتور محمد رفاعي حكم باشي مستشفى الإسكندرية قبل أن تنتقل الأسرة إلى القاهرة. اكتشفه النادي الأهلي وضمه إلى فريقه عام 1922، وانضم للفريق الأول في نفس العام، ولعب أولى مبارياته مع فريق الأهلي أمام الطيران الإنجليزي في الكأس السلطانية، وفاز الأهلي وقتها 2-1، وأحرز التتش هدف الفوز للأهلي. التتش كابتن منتخب مصر لكرة القدم في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، وشارك في 3 دورات أولمبية عام 1924 و28 و36، واختير كأحسن لاعب في دورة أمستردام، كما مثل مصر في بطولة كأس العالم بإيطاليا عام 34، واختير ضمن نجوم الكأس بإجماع لجنة سباعية من أبرز نقاد كرة القدم في العالم، واعتزل عام 1940. بعد الاعتزال عمل مدربا لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ثم سكرتيرا للعبة ومراقبا للألعاب في النادي ونائبا في مجلس الدولة، ثم تولى منصب المدير العام لرعاية الشباب بوزارة الشؤون الاجتماعية، وسكرتيرا للجنة الأولمبية المصرية، وعضو لجنة التخطيط بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب، ثم وكيلا لوزارة الشباب.
وقد أشرف طوال فترة عمله الإداري على سن ووضع القوانين التي تنظم النشاط الرياضي في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية. وفي أكتوبر عام 65 أحيل محمود مختار إلى المعاش، فمنحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الرياضة من الدرجة الأولى اعترافا بفضله على الرياضة المصرية. ويعد التتش واحدا من أهم رموز النادي الأهلي وأبرز قياداته على مر التاريخ، ليس كونه لاعبا فذا فقط، بل كان قياديا رائعا وواحدا من أهم حراس القيم الرياضية الذين أرسوا الروح الرياضية وأسسوا لمدرسة النبل الأخلاقي في النادي الأهلي. إنه التتش الذي رحل عن عالمنا بجسده ويعيش بيننا بأعماله وعبقريته ومبادئه وسيرته العطرة. رحم الله التتش وعوض الأهلي عنه خيرا. يا جماعة، ملامح الشخص كثيرا ما تنبئ عن شخصيته. لما تشوفوا صورته تلمسوا القوة، الهدوء، في تواضع في سماته وفي وسامة، لكن في صرامة. دي مجمل ملامح شخصية هذا الشخص العظيم. لعب 28 سنة من 22 لحد سنة 40، لعب 3 دورات أولمبية بينهم دورة ساقطة اللي هي سنة 32، يعني كان ممكن يبقى 4 دورات أولمبية في شيء حدث يمكن ما عملوش واحد أو اثنين على مستوى العالم. بعد كده لعيب على مستوى لعب كاس عالم، طبعا في كل ماتش مهم يقول لك سنة 22 لعب مباراة في النهائي قدام مش عارف ايه الإنجليزي حتى في هدف الفوز. لما أوقف حسين حجازي وخد 4 لعيبة من النادي الاهلي وراح على الزمالك وتوقف عن الدوره الاولمبيه 24، راح وتالق وكان نعمه الخلف واستطاع ان يكون هداف. مشوار طويل من النجاح الرائع، من الجديه، من الصرامه، من الاستقامه، خليته يعني ما يختاروه مدير اداره رعايه الشباب اللي هي عايزه كلها مثل وقدوة وقيم، عشان في سنة بلوغه سن المعاش وهو لم يكن لا وزير ولا مش عارف بطل حرب ولا بتاع، يمنح وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الراحل جمال عبد الناصر اللي كان يعني بيطلع الحاجات دي بمعايير شديدة الدقة شديدة الصرامة. أهلا بحضراتكم مرة ثانية. مدام نادية، تفتكر إيه عن الوالد العظيم؟ كان يدلع كده في البيت يعني وانتوا صغيرين مثلا؟ كان ما رحتوش؟ كان حنين، حنين جدا 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 جدا، لكن في نفس الوقت صارم جدا يعني. الرولز هي الرولز يعني. ما فيش تفاهم يعني، لكن في نفس الوقت كان كمان يعني عصبي عصبي، ومره واحده ولا شيء يعني، يبقى هادي جدا بعد كده. لكن حقيقي كان يعني كنا ساعات اقول يعني يا ريت كان عاش اكتر من اللي عاشه، لان مات واحنا صغيرين. وهو مات صغير، ما ماتش كبير، وهو 60 سنه اكزاكتلي. كان لسه طالع معاش. فقلت يا ريت كنا كان متعنا في حاجات كتير يعني. فعلا كان هايل. كان رحت معاه النادي كتير. على طول هي بتقول لك يعني كان بالنسبه له كان النادي يعني عشان نروح نلعب رياضه. رياضه بس يعني. مفيش حاجه اسمها يعني نروح نقعد مع اصحابنا ونروح. مفيش قعده بقى في النادي. مفيش يعني. كان في بعض صاحباتنا يروحوا يقعدوا يلعبوا وبعدين يقعدوا. لا، ما عندناش الكلام. تروح النادي عشان الرياضه. رياضه فقط. لا يعني لعبتوا بقى يعني من ملعب لملعب كل حاجه. لما حضرتك لعبتي هاندبول؟ لعبت سكواش وسباحه وراكت. انتوا الاثنين لعبتوا هاندبول؟ شويه. وجمباز الاول، ابتدينا جمباز وهوكي، سوري، باتيناج
وسكيتنج يعني في النادي كان في الارينا لا يعني كان بنعمل الحركات كانت بتاعه الباتيناج والملعب اللي عند حمام السباحه بتاع زمان ده ايوه بالظبط بالظبط اللي كان متبلط وكان بيلعبوا فيه كان لازم يعني اللي يعني نيلي صقر بالظبط وشوشات في حد كانت اسمها شوشات كانت فاكر انا برضه طبعا فكان يعني يعني ملعبنا كل حاجه في النادي ذكرياتك مدام نادية عن الكابتن مختار ايه؟ يعني كل حاجة حلوة الحقيقة يعني كأب يعني زي ما ماجدة كانت بتقول يعني هو بالتالي ينطبق عليه المقولة ان بنقول شدة بدون قسوة ولين بدون ضعف يعني حلو قوي كده حقيقي حلو قوي شده بدون قسوه ولين بدون ضعف بدون ضعف معادله صعبه بس هايله وكان هو كده بالظبط يعني فالحقيقه يعني علمنا طول عمرنا يعني اولا خلانا الاهل ده يعني عشق ملوش اخر يعني بس في نفس الوقت يعني ما بيحبش ال ان احنا كان مره كان في ماتش والاهلي اتغلب وقعدنا نعيط فاتخانق معانا جامد جدا قال لك انا احب الرياضه مفيش عياط مفيش الرياضه مكسب وخساره كسبنا بنفرح ما كسبناش يعني خلاص بنزعل شويه لكن مش لدرجه ان احنا نعيط نتعلم ازاي نكسب رياضية ازاي ما ننكسرش يعني بالظبط كده بالظبط انما بقى وده هو الحقيقه على فكره القيم اللي بيتكلم فيها دي هي القيم الاولمبيه حقيقي الفوز بدون غرور والهزيمه بدون انكسار بالزبط. ويكفيك شرف المحاوله الرياضه كده بالظبط كده يعني اديت اللي عليك الواجب اللي عليك تمرينك في كل حاجه بالظبط تعرف مره لا شفت لا التخاذل ده بالنسبه له كان لا التخاذل يعني كارثه بقول لحضرتك مره كان حلمي ابو المعاطي كنا بنلعب الله يرحمه الجميع كنا كسبنا السكه الحديد 6-1 فانا ماشي في النادي وحلمي طالع كده كان الماتش على ارض النادي الاهلي فمنتشين بقى 6-1 فصل له كده قال له اضحكوا على ايه على خيبتكم حلمي عمل كده قال له خيبتنا 6-1 امال هم يعملوا ايه قال له مش كنت تقدر تكسب 10 و12 يبقى انت تخاذلت مش عايز يفوت فرصه عارف حضرتك كنا بنتفرج على الماتشات في النادي ونطلع بقى كلنا بعد الماتش اولى شمال دي كانت للاعضاء يعني فنطلع ما افتكرش مره شفت بابي راضي عن الماتش ابدا لا على طول عاوز احسن ان هم لعبوا كويس ابدا على ايه يعني قليل جدا لما كان يبقى راضي يبقى راضي ابدا يعني على طول طالع انه ان احنا ما كناش كويسين ان في تقصير في حاجه معينه بيقولوا عايز الكمال يا كابتن محمود امال المخسران يعني بالظبط لا وما يحبش انك لعيب يهزق حد من في الفرقه يستهين بيه يستهين سخريه عايز جدا يعني يرقص لا يعني فاكره انا مش قادره افتكر مين اللعيب يعني انه رقص حد باستهزاء كده بهدله ازاي المعنى الرياضه كان مراقب قوي لا تعمل تعمل تحاول تاخد الكره وتلعب تطلع بيها وكل حاجه لكن ما تهزقش اللعيب اللي قصادك ما تقصدش انك تهينه او تعلم عليه زي ما بيقولوا لا انا قريت حاجه ليتلي يعني قبل ما نيجي انه كان في فرقه النادي سباحه طالعه مباراه في اسكندريه فهم متصورين بقى يعني انها رحله ترفيهيه مش حاجه يعني فقعدوا سهرانين يلعبوا كوتشينه وما اعرفش ايه كده جه وبهدلهم ازاي عملوا كده ورجعهم ما لعبوش البطوله مدير النشاط الرياضي وده الماتش ده كان بالرغم ان هم دي بطوله هيكسبوها لكن لا لازم دول ما احترموش البطوله القوانين بتاعه الكامب بتاع الرياضه قد كده كان حريص على ان الشيء يمشي صح حتى لو كلفت بطوله لا ما تلعبش لا ما يلعبش ما تلعبش رجع بيهم بس برافو اهو ده درس مثلا تفتكري هيكرروها بقى يقول لك فين مبادئ الاهلي دي مبادئ الاهلي هو برافو عليك برافو عليك هو ده اللي معاد النادي الاهلي مختلف بالظبط مش نتكلم يعني ونفضل نهري وننكت في حاجات
اي واحد يقدر يعملها، يعني اي واحد مهتم يقدر يعمل انجازات وانشاءات، وده مسؤوليه، مسؤوليه اللي فات واللي جاي واللي هيجي. لكن ازاي المسؤوليه الاكبر نحافظ على الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، وزي ما بيقولوا في مبادئ عامه طبعا لا يختلف عليها اتنين في كل حاجه طبعا. لكن الاهلي له مبادئه الخصوصيه غير خصوصياته غير المبادئ العامه، انه ما بيهموش النتيجه. لا انا عايز الصح. لا اصل هو كمان يعني الاسطوره بتاعت الكابتن التيتش اتولدت من المبدا نفسه، يعني لما النادي الاهلي يوقف حسين حجازي بعظمته وقيمته، وحسين حجازي يغضب فينتقل للزمالك وياخد اربع لعيبه معاه، والاهلي يبدا يعتمد على اولاده الصغيرين، وكابتن مختار التيتش يقود فرقه لسه طالعه ويكسب الزمالك ويروح دوره اولمبيه، فكما لو كان الـ الاقدار بتقدمه في صوره او من رحم المبدا نفسه. لسبب بسيط، ان هي يعني المحافظه على المبادئ والموصل دي هي اللي بتديك الثبات والدوام. ايوه يعني انت ممكن بتكسب انت النهارده، بتقول مش مهم الاخلاق، لكن هتخسر بعدين. ففعلا المحافظه على الاخلاق والقيم هي اللي بتبقى على المدى الطويل هي ثابته وموجوده. طب مساحه الحريه بقى اللي كان بيديها لكم، يعني انتوا تاخدوا قراراتكم بنفسكم ولا هو لازم يقول وانتوا تعملوا؟ لا يعني من ده على ده على حسب بقى كل حاجه. اسال السؤال الشخصي بقى. قرارات حسب القرارات. يعني ما جيتي تتزوجي من؟ لا للاسف ما كانش موجود. ما كانش موجود. ما لحقناش كتير. ما انا عشان بقول لحضرتك لو كان عايش. والله كان هيفرح بطه قوي، طه ابن سن جميل. لا كان هيفرح بيه. لا اكيد. لا بس هو يعني بالتاكيد لو كان هو موجود يمكن ما كنتش اتجوزت وقتها، لان هو كان يعني لازم البنت تستني شوية تعليمها خالص. انت اتجوزتي وانت في الجامعه؟ اتجوزت في الجامعه. فهو بقى كان يقول لك لا استني شويه. كان حريص على حته التعليم برضه. طبعا كل حاجه في ميعادها يا ابراهيم. مفيش صح، هي الصح والغلط حاطط خطوط. هو فعلا مش بس كده، بيتهيألي كان بيحبنا قوي لدرجه انه مش هيفرط فينا. لازم تبعدوا عنه بقى. فكره الاحتواء بقى ومش متخيل هتسيبه وتروح فين يعني. لا كان كمان رب أسرة رائع يعني بجد، يعني علمنا ازاي نحب عيلتنا وازاي نبقى ملمومين كعيلة. صلاة الرحم يعني كان معني بيها جدا، زيارات العمام والخلالة والخلات كل حد. وبعدين يعني مثلا برضو ان هو كولد كان هما عنده اخين، كانوا اخين واخت، هو اللي مرض والدته وكان بيشيلها ويمرضها طول فترة مرضها. ما هي دي برضه تعكس الجانب المسؤول فيه جدا، يعني عنده احساس بالمسؤوليه. لا الحنيه انه بيوريك قد ايه هو هذا الشخص. الحنيه رغم انها بتكبده، مش عمليه مش سهله رعايه الام في مرضها او اي شخص عزيز، عمليه عايزه انكار ذات شويه وعايزه تضحيه يعني. وكان يرجع يروح النادي طبعا من الشغل على النادي ويرجع البيت بقى. كان عنده حاجه زي عمود كده يحط اكله فيه، وياخدنا كلنا ونروح عند خاله من خالاتنا عندها عوام على النيل قصاد النادي الاهلي من الناحيه الثانيه، فعشان نبقى العيله كلها تتاكل. فكره الديش بارتي هو اللي كان بيعملها بقى. كل واحد يجيب اكله معاه وتروح تتجمع. لا عشان هو له سبيشال اكل اللي يحبه يعني. ما يعرفش بقى البيت التاني ده هيبقى فيه اكل ايه، هو عاوز اكل. جاي لكم باكل، جاي لكم باكل، الاكله بتاعته بتاعت اليوم يعني. ومش عايز يقول لهم اعملوا لي كذا. يعني هو رايح للجمع مش يعملوا له ولا ما يعملوش. والعمود بتاعه معاه. دي ملمح برضو لذيذ يعني. فتعودنا احنا ولاد خالتنا واهلنا كلنا فيري كلوز يعني، اكتر من ولادنا. احنا اكتر من ولادنا يعني. طبعا وانتوا في النادي كان لا يمكن ابدا يحسس حد ان دول بنات مختار التيتش. لا خالص. مفيش تميز. خالص. لا خالص. يعني. طيب انا عايز هقفز وهرجع تاني لان دي تهمني قوي. مؤكد ان طلوعه المعاش كان يوم مش كويس بالنسبه له، وبيحب الشغل يعني كما اتخيل يعني، لكن ما عوضوش بقى فكره الوسام. احكوا لي بقى المتذكرين حاجه. ملحقش ده مات في الشهر اللي طلع فيه معاه. خد الوسام بعديها. يعني اسمه هو اللي اخد الوسام قبلها. ايوه مش متذكرين بقى
لا ما عادش من الشغل يعني، ما عادش خالص يعني الشغل. هو فضل لغايه الاخر، اصل في خطا في تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه، خطا شائع جدا. تاريخ الميلاد 1905 والوفاه 65 دول تاريخ الميلاد 23 ديسمبر 1905 وتاريخ الوفاه 21 ديسمبر 1965 يعني كان هو يا دوبك بيتم كان فاضل يومين 60 سنة ويومين بالظبط ما عادش من الشغل خالص ما لحقش يا سلام ولم يمرض يعني ما كانش يستطيع ان يمرض ده كان بيلعب سكواش لاخر وقت بالظبط مع بالزبط. كمال بيه حفظ اعتقد الاستاذ كمال حفظ كان قريب ابن خاله ابن خاله وفي نفس بقى الحميه وعادي يقصر مع بعض لما يلعبوا تنس تنس بالذات كانوا يتخانقوا اصل كمال حفظ ما يحبش يخسر ابدا وطبعا لا وبابي برضه وكابتن ما يخسرش ابدا فالاثنين بقى طبعا كانوا بس يحبوا بعض يعني ما فيش كلام كان حريص على صله القرابه بشكل كبير جدا جدا طيب في ملمح من ملامح حرص الكابتن محمود مختار التتش على صلات القرابه وعيلته معنا على الهاتف واحد ايضا من حراس مبادئ النادي الاهلي عبر السوشيال ميديا انجاز التعبير صديقك الاستاذ احمد الشيخ ده احمد الشيخ عمل حته دور لدرجه انه عمل جروب في اسكندريه لدعم انتخابات النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي والله زي ما يكون عنده برنامج يومي صحيح معانا على التليفون احمد الشيخ استاذ احمد اهلا بيك ابراهيم بيه كابتن عدلي بنات عماتي العزاز ازيكم الحمد لله ازيك انت اعتقد قول لي كده ما انت مش جايبه من بره لا ما يعني هعمل ايه ده اذا كان ابويا عضو من سنه 29 ايوه يا حبيبي النادي الاهلي انت عملت دور كبير والله ابدا ما فيش حد له دور في النادي الاهلي الاهلي هو فوق الجميع الحمد لله استاذ احمد يعني واحنا بنتكلم بقى في رحاب ذكرى حارس مبادئ الاهلي الامين الكابتن محمود مختار التتش وانا عارف ان هو زوج عمتك ايوه فالجانب الاسري بقى يمكن مدام ناديه ومدام ماجده كانوا صغيرين ادي الصوره الكابتن مختار التتش والسيده حرمه طبعا ده في سيدي بشر سيدي بشر مقرر هم بقى ما عصروش في فتره كتيره الا وهم صغيرين قول لي انت كنا صغيرين احنا بس انت اكثر متابعه واكثر الماما بشخصيه الكابتن محمود مختار هو نتيجه ان ابويا الله يرحمه خال ماجده وناديه كان اساسا صديق الكابتن التتش اساسا عشان كده وانا كنت لازق في ابويا احنا كان جيل ما كانش عندنا حاجه الا ان احنا نتفرج نسمع الكوره سمعناها معاه في الراديو وبعد كده لما جت التلفزيون كنا يعني قاعدين في التلفزيون جنب ابونا نتفرج على فبقينا اهلاويه فمن العلاقه الصداقه اللي بين كابتن مختار وما بين ابويا فكان بيتكلموا مع بعض كتير وقدامي احيانا لان كنت لازق في ابويا فكان في بعض النقاط كده عايز اقولها انا عشتها يعني في مثلا سنة 62 اتغلبنا مرتين من الترسانة مرة 5-0 دي لقطة فنية يعني دي من الناحية الفنية يعني اتغلبنا 5-0 ثم 4-1 في اسبوعين ورا بعض دوري وكاس من الترسانة ابويا قال سأل كابتن مختار قال له ايه ده يعني ايه ده ايه اللي حصل فقال له احنا غلطنا ان احنا خصصنا واحد يمسك الشاذلي ولعيب يمسك مصطفى رياض وده كان غلط الصح ان المركز اقرب واحد اقرب لاعب في مركزه يمسك الشاذلي ومصطفى رياض الزون ديفنس بدري لا مش زون ديفنس لا هو انا شفت جوزيه مورينيو بيعملها في انتر ميلان لما كان بيلعب برشلونه الرقابه للمركز مش مان تو مان بالظبط دي حاجة فنية يعني من الحاجات الفنية اللي أنا عرفتها. حاجة تانية زي ما كانت ماجدة بتقول كانوا دايماً يجوا في الصيف في البيت عندنا الكبير في جنينة كبيرة.
مزروع انجيل وكنا بنلعب ماتشات وكان هو بيحكم لنا. فمره مساكني قال لي انت ازاي يا ابني بتمشي بالكوره؟ وريني ازاي بتمشي بالكوره. فعادي زي احد واحد بيجري بالكوره على رجلي اليمين لان انا بلعب برجلي اليمين بس. بحطها على رجلي اليمين وبجري ما بيني وبين جسمي وبجري. قال لي لا ما كده غلط. طب ازاي؟ نزل يجري بالكوره بيحطها بين رجليه الاثنين بيبصيها رجل شمال ويمين شمال ويمين شمال ويمين شمال. انا بقيت مستغرب ازاي الراجل ده بيعملها كده؟ ازاي؟ لا لا بيتلخبط ما هوتتش بقى دريبلنج يعني ما هتاخدها منه ازاي؟ يعني لا قال هو رجل اللي ثابته انت ما انتش عارف ما انت انت لو انت مركز على رجليه كلاعب كديفندر مش هتعرف يعني. دي حاجه دي ده من الناحيه الفنيه. حاجه ثانيه انا حضرتها مع ابويا سنة 64 كان في دورة طوكيو. وكان كابتن مختار قرب على المعاش او دخل على المعاش. فوزير الشباب والرياضة ايامها الاستاذ طلعت خايب نده وقال له يا مختار ده كلام ابويا ابويا اللي بيحكي لي انت تطلع مع بعثة مصر في طوكيو. طبعا حضراتكم عارفين ان ايامها انك عشان تطلع من مصر يلزمك اولا تاشيره خروج. ما هيش سهله انك تسيب انك تطلع كده اوروبا او كده تسيب مصر كده. فكانت ميزه انك انك تسافر. فابويا بيقول له عملت ايه يا مختار؟ قال له لا رفضت طبعا. قال له رفضت حد يعني سفريه زي دي بتترفض؟ قال له انت عايزهم وطبعا كان في ايامها اتجاه ضد النادي الاهلي مش عايزين نتكلم فيه. قال انت عايزين انت عايزهم يقولوا كسروا عين مختار التتش بسفريه. يعني خدم الزاويه دي. بالنسبه له ما كانش لا وجاهه ولا تحقيق مصالح. ودي سفريه امل كل واحد يعني كان هيروحها كاداري بعد ما راحها كلاعب ثلاث مرات. يمكن ماجده ونادي ما عرفوش كده لان ابويا كان صاحب ابوه اكثر ما كان خالهم يعني. بالنسبه لل عندك ثالثه كانت جميله. ايوه كابتن عدلي وكابتن ابراهيم اتفضل. رحت معاه مره واحده ماتش انا وابويا واخويا وكابتن مختار. كان ماتش منتخب اسكندريه ضد نادي يوناني اسمه باناتينا يوكوس. فروحنا استاد البلديه. هل يعني تتخيل ان مختار التتش ما يقعدش مقصوره او ما تجيلوش تذكره مقصوره او دعوه؟ ده مختار التتش. قال لنا لا احسن مكان تتفرجوا فيه على كوره ورا الجول عند مدرج الاسعاف كدرانيه عارفينه طبعا. هو في استاد البلديه عند وفعلا اتفرجنا على كوره يعني فعلا احسن مكان. انت عارف مين اللي كان يحب المكان ده برضه؟ مين؟ حبيبك الكابتن صالح. طبعا ما هو تلميذه. ما انا 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 عرفت ليه انت بس انا ما كنتش اعرف لحد وقت قريب انك قريب التتش بس انا عرفت انت ليه كنت بتعشق الكابتن صالح. طبعا هو صالح سليم يا جماعه صالح سليم. سمات قريبه. انا يعني انا برضو حصل يعني حظي حلو ان انا قعدت مع الكابتن صالح يعني لما عملنا تكريم للكابتن صالح. حضرتك كنت موجود يا كابتن؟ انا كنت موجود معاكم يوميها في نادي سبورتنج. فقعدت معاه فانا حتى سالت صالح الله يرحمه كابتن صالح قلت له يا كابتن صالح يعني انت في زملكاويه صلحويه تعرف كده ولا لا؟ قال لي انتوا انا مش عارف انتوا واخدينها ليه بالحساسيه دي؟ ايه يعني ايه يعني؟ طب ما الزمالك فيه لعيبه عصام جدا فلان وفلان وفلان. قلت له طب بالذات انت ايه يعني؟ قال لي انا باشمهندس اي دو وات اي فيل يعني بعمل اللي انا حاسه يعني انسان طبيعي كصالح. انما انا عايز اقول حاجه برضو على كابتن مختار عمره ما تكلم بسوء على حد خصوصا في هذا المجال. يعني لا سمعته بيذم في الزمالك ولا في الترسانه اللي كانت بتخربنا ولا هو اهتمامه الاهلي. وزي ما ماجده قالت انا ما عمريش شفته راضي يعني ما عمريش شفته بيضحك بعد ماتش الاهلي. لا في دايما الاهلي كان في حاجه احسن من كده كان في ممكن يبقى احسن من كده.
هو ده الانسان اللي مدرك قيمه المكان وعايز له الافضل الحقيقه. يعني عدم الرضا ده هو اللي بيديك دفعه لقدام باستمرار، عشان يحفزهم يعني انه يبقوا تملي احسن واحسن. الواقعه التاريخيه يا باشمهندس، الكابتن مختار التتشي لما قال لحيدر باشا في واقعه سفر الاهلي لفلسطين في 43، طبعا يعني عكست قوه الشخصيه وقيمه الاهلي كمان، لما يقول له الاهلي سافر لفلسطين عشان واجب وطني والاهلي مش مطالب يعتذر عن مهمه وطنيه قام بيها. فلما يتهدد وحيدر باشا كان رئيس نادي الزمالك ووزير الحربيه ورئيس اتحاد الكوره، فلما يهددوا انه لو مختار التتش ما بعتش اعتذار، يعني هو خلى اللعيبه كلها تروح القصر تعتذر وقال لهم ما حدش يذكر اسم الاهلي في الاعتذار، اعتذر انا فلان الفلاني عن مخالفه القرار والسفر الى فلسطين، كانت في 43 عشان الناس تبقى واخده بالها بدايه حركه التهويد في فلسطين، والاهلي دعي عن طريق صحفي كان ماسك مكتب الاهرام في غزه، دعي انه يروح يلعب كام ماتش مسانده للشعب الفلسطيني ضد حركه التهويد، فتوقف. وحتى فؤاد باشا سراج الدين كان عضو مجلس اداره في النادي هو اللي سهل سفر الفريق. أيوة. فلما يتوقف والراجل يقول للعيبه روحوا اعتذروا بشرط ان ما حدش يورد اسم الاهلي في الاعتذار، لانه الاهلي شخصي. الاهلي لا يعتذر عن واجب وطني. ايوه. فلما تهدد مختار التتش انه لو ما بعتش اعتذار عن اللي حصل هتتعرض لعقوبه مشدده قد تصل للشطب. فيبعت تلغراف لاتحاد الكوره يقول لحيدر باشا وزير الحربيه ورئيس اتحاد الكوره ورئيس نادي الزمالك يقول له عباره كل الاجيال بترددها دايما بشرف وفخر، لا يشرفني الانتساب للاتحاد انت رئيسه. ايوه. بكل هذه الصلابه. فيش انا يعني ممكن استدرك معاك في الكلام واقول حاجه؟ اتفضل. الا تعتبر نتيجه 6-0 اللي المختلط كسبنا بيها ايامنا الهزيمه المشرفه؟ طبعا. وسام على صدر النادي الاهلي؟ طبعا لانه كسبها والاهلي موقوف كل ال 18 لاعب اللي سافروا. بالظبط كده. قصه اعتزاله بقى، فدي قصه بقى اللي اتكتب فيها. طب قول لنا كده فاكر عنها ايه يعني؟ اللي انا فاكره من ابويا الله يرحمه ان هو كان بيشتغل في السكه الحديد. فالباشا مدير السكه الحديد الناس اوعزت له مش معقوله يكون مختار عندك موظف عندك وما يلعبش في السكه الحديد ويلعب في الاهلي. فقال له يا مختار انا يا عم لازم تشوف حل بقى، انت لازم تلعب في السكه الحديد، مش معقوله تبقى موظف في السكه الحديد وتلعب في الاهلي. فقال له اوعدك انا لو هسيب الاهلي هلعب في السكه الحديد. والسنه الجايه هلعب يعني هسيب الاهلي السنه الجايه. فلما جت السنه الجايه قال له يا مختار انت مش هتفي بوعدك وتيجي ده كل ده معلش ماجده وناديه ده ابويا اللي قال لي كده ماجده وناديه. قال له انا على وعدي بس مع الاسف ده متاخر شويه. انا بطال. لان انا اعتزلت الكوره. ترقصوا يعني. ايوه بالظبط. قال له انا اعتزلت الكوره. فانا فاكر يعني وقعت اتقالت لي ان ام كلثوم توسطت وقالت له لو انت اعتزلت كوره انا هعتزل غنى. انا مش عارف بقى يعني انا سمعت دي مش عارف بقى عايز ياكدها لي بس. صحيح. مدام ناديه ومدام ماجده بياكدوا ادي الاهلاويه ادي الاهلاويه وبناته الاثنين اللي قاعدين قدامك دول مش اعضاء في النادي الاهلي. ما هي دي قصه ثانيه بقى هنتكلم فيها. ينقص من قدر النادي الاهلي او ينقص من قدرهم؟ بالعكس ده هم بيتكلموا عنها بكل حب وبكل امتنان يعني. لا الظروف ساقت ان هم بقوا في مكان اخر يعني بعدوا عن مجال الانديه وال... انا عايز اسالك سؤال بعيد شويه عن الموضوع لان الموضوع زي يبدو كانه شبكه. انت تقرب لطاهر الشيخ؟ طبعا. الله يعني طاهر الشيخ قريب مختار التتش؟ طبعا. عشان كده كان متمسك يجي الاهلي بقى. ما هي الدنيا بتنفذ على بعضها. ده والدتنا كلام جميل. من عيله الشيخ. طاهر الشيخ ابن عم بابا. اصل انا فاكر انا طاهر الشيخ ابن عم امي على طول. حضرته انا واحمد. ايوه بالظبط. مش ولينا صوره مع بعض فيه على فكره. ايوه طبعا هطلعها لك على طول في الجروب في فرح طاهر. حتى حسن شحاته كان موجود. كابتن حسن كان موجود في فرح طاهر. طبعا. وشوف الجمال بتاع حسن شحاته ده رقص في فرح طاهر.
حتى انا رحت الكابتن حسن قلت له هو طاهر الشيخ رقصك يا كابتن. احنا بنشكرك شكر جامد على المداخلة الثرية دي اللي اديتنا برضو ابعاد كتير وقصص كتير حوالين شخصية الرياضة المصرية كلها بتفتخر بيه. الحمد لله. شكرا يا باشمهندس احمد الشيخ، واحد برضو من حراس مبادئ الاهلي عبر السوشيال ميديا الحقيقة، لانه قد ايه متفاعل بقوة وبرضو لابد في حتة المبادئ، يعني صحيح. ما تقرأ له تعليق هايل يعني. الباشمهندس اشار لجزئيه ان انتم مش اعضاء في النادي الاهلي، ايه القصه؟ احنا كنا اعضاء في النادي الاهلي طول عمرنا، وحصل بس بقى لما توفى بابي قلبوا لنا عضويتنا لعضويه شرفيه عشان الدورات الاولمبيه. احنا مش في بال، لا عشان بيكرموا الوالد. ما هو التكريم جه منين؟ قالوا كل اللي شاركوا في الدورات الاولمبيه اعضاء شرف. فكلهم ما بقوش اعضاء عاملين وبقوا اعضاء شرف، فاكتفوا بالعضويه الفخريه دي. احنا بنفخر طبعا ان احنا اعضاء شرف، بس فاتت عليكم بقى. كنا في الخارج احنا، يعني انا جزء كبير من حياتي كنت في الخارج، وهي برضو نفس الشيء. فمش انا اكتشفت هذا في انتخابات صالح سليم ورايحه اؤيده ان انا هنتخب، قالوا لي لا انت عضو شرف ما تقدريش تنتخب. يعني ما اكتشفتيش ان انت مش عضو؟ ما ولا في بالنا ان احنا متصورين عضو شرف، ان عضو الشرف مش من حقه ان هو يقول صوته. عضو الشرف ده بيبقى عضو شرف يعني مدى الحياه. فزعلنا يعني، يعني طبعا متاثرين جدا يعني. انا يعني احنا موجودين، لكن طبعًا انا عاوزه تواصل اجيالنا. اولادكم موجودين باذن الله يبقى لها حلول. لان هو كابتن صالح نفسه، انا هحكي لك قصه، لما جه طلع عايز يترشح فكر بدري، فقالوا له يا كابتن انت عضو شرف، فابتدى قبليها راح دافع الاشتراك وتحول الى عضو عامل، حول صفته على طول. طيب. احنا لعبنا باسم النادي الاهلي طبعا. على فكره كان في لائحه وكله، كان في لائحه اللي يقضي كذا سنه يقدر يعمل عضويه طيب في وفاة الكابتن محمود مختار التتش في مثل هذه الأيام من ديسمبر 1965، كتب الناقد الرياضي الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي عليه رحمة الله ورحم الله الجميع، ناعيا التتش بقوله أن وفاة التتش خسارة فادحة للرياضة، لكنها خسارة أفدح للأخلاق. لقد وصل محمود مختار إلى القمة كلاعب كرة، رشح في عهده الذهبي ساعدا أيسر لفريق العالم كله، ولكنه بلغ القمة الحقيقية في ميدان الأخلاق الرياضية. إن الزمان قد يجود بلاعب ممتاز في مرتبة التتش، لكنه قلما يجود برجل رياضي في مكانته. بصوا التأكيد على قيمة تحلي مختار التتش بالأخلاق الرياضية. نجيب المستكاوي نفسه بيقول ممكن الزمان يجيب اي لعيب ممتاز قوي يكون في مهاره التتش، بس مش هيجيب لعيب او مش هيجيب شخصيه عندها هذا الحرص الشديد على الاخلاق الرياضيه زي مختار التتش. بيقول الاستاذ نجيب المستكاوي: عاشرته كاداري وزملته كموظف وخاصمته كناقد، فوجدت الشرف هو الالتزام الاول الذي يدين به في معاملته مع الناس، واحببته واخيته واحترمته لأنه كان مؤمنا بربه ووطنه معتزا برأيه، يكره النفاق والمنافقين ويحترم أصحاب الرأي والمصارحين بالأخطاء، ويعتقد عن إيمان راسخ أن قول الحق واجب على كل مواطن، وأن إخفاء الحقائق والإغراق في المجاملات ضرر بالغ يطعن الرياضة في الصميم، لأنه يؤدي إلى الاستمرار في الأخطاء. كان التتش رجلا جادا يحب الجدية في كل عمل ويطلبها في كل لاعب وإداري وحكم وموظف وقائد من قادة الشباب والرياضة، يطلبها في جد حينا ويطلبها في سخرية أحيانا، وهي سخرية قد تنتزع ضحكة أو بسمة ممن يأخذها في سطحية، ولكنها كانت سخرية مرة يدرك مرارتها من يتعمق الأمور. لم يقل أبدا نعم في أمر يعتقد أن الرأي السديد فيه هو لا، ومن هنا فداحة الكارثة في وفاته. فإن هذا الرجل قليل، رحمه الله وعوضنا عن فقده خيرا. طيب
ده الاستاذ نجيب المستكاوي. وبعدين كمان اللي قال عليه ده نجيب المستكاوي اللي هو فعلا برضو دغري وما كانش لا واضح انه حتى اختلف معاه كتير يعني بيقول ان انا تناقض تناقض في مجال النقد يعني انا عايز اقول حاجه استاذ ابراهيم. القعده دي مش قعده دردشه صراحه يعني هي قاعده بنقدمها لاجيال بتتفرج علينا. انا في واحد قابلني في الانتخابات قال لي يا استاذ عدلي انا اجيب ابني ساعات اقعده يتفرج على البرنامج لانكم ساعات تحكوا قصص بتعلموا قيم وتعلموا حاجات في حياته يقدر يسترشد بيها. انا ازعم ان الحلقه دي ناس كتير هتسجلها وتكررها وتسمعها لاولادهم وتقول لهم شوفوا الشخصيه دي اكتسبت احترامها من ايه. بالظبط. وهو تاريخ النهارده بيتحدث عنه كلاعب بس ده بيتحدث عنه كده. وانا بنت بتقرا هذا الكلام عماله الصوره تستنسخ في شخص واحد زي الكابتن صالح سليم. يكره النفاق، عايز الجديه، ما يقولش نعم في موقف نجيب. عايز لا يعني كابتن صالح السخريه السخريه المؤلمه اللي هي يعني ولذلك فهمت ليه كابتن صالح كان يراه المثل الاعلى له ونقل النموذج بتاعه بأمانة شديدة لينا، نقله بأمانة شديدة لينا وأثر في أجزاء من حياتنا. ما هو ده تواصل الأجيال. كان تملي كابتن صالح بيقول أنا ولا حاجة جنب كابتن مختار التتش، يعني لو أنتوا شايفين إن أنا بحافظ على ما أعرفش إيه أنا ولا حاجة جنبه. فعلا كان انت كنت تقول بابي يعني. اتفضل. ايه بس عشان انا كنت من اشد المعجبين بكابتن صالح سليم هو كلاعب يعني. انا فكنت يعني بعتبره ده ما فيش حد في الدنيا لا جه قبله ولا بعده يعني هيلعب. فكان هو بقى بيقعد يحكي لنا بقى ان انا ولعبت ولعبت وعملت وبتاع فاقول له لا مش ممكن تكون لعبت زي صالح سليم. اكيد هو احسن منك. فراح بقى حكى لصالح سليم بقى القصه دي. وبعدين بقى كنت مره في النادي بقى فانا دهني بقى بتاع بيحكي له قدامي بقى فانا بقيت بقى يعني مكسوفه جدا يعني ازاي بقى انه احرجني قدام كابتن صالح ان انا بقول انه كان بيلعب احسن منه. جمال الشخصيات دي. انا مره بقول لكابتن صالح بقول له يعني انا بشوف دي ستيفن احسن صانع العاب شفته في حياتي بس هو كصانع العاب في الحته دي مش كلاعب متكامل. انا كنت بشوف ان صالح كصانع العاب كابتن صالح لا يقل. فقلت له انت بالنسبه لي وانا مش عايز اقولها في وشك عشان يعني ما تتصورش. قال لي لا 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 انت ما تعرفش حاجه اللي احسن مني. لما قال ليش التتش بقى ساعتها لانه لعب معاه بيقول لي على واحد لعب معاه هو رفعت الفناجيلي. رفعت طبعا. قال لي انت ما تعرفش رفعت الفناجيلي ده كلاعب كرة اكمل مني بكتير. بالظبط. الاطار ده ان كل واحد يقدم غيره. بالظبط. كل واحد مش يعني مش فرحان ان هو الكوكب الوحيد. لا كل واحد بيقدم غيره. ايه التربيه دي؟ الفرقه إيه كلها. ايه النادي الجميل ده اللي ايه الاجيال دي اللي فضلت تدي بعضها بهذا يعني ما شفتش سمعتش حد بينتقد بعضه يعني كلعيبه يعني يعني تملي بيقولوا مزاياهم يعني صحيح. اكيد كل انسان فيه عيوب يعني طبعا مش هو ما كانش يذكر المزايا ابدا لا يذكر يعني ما قابل واحد ما بيقولوش ميزته ايه بيقول له فرحان بايه. مره قابل محب يوسف رحمه الله وكان بقى محب عايق كده وشيك ولابس بلوفر اصفر عقده كده وماشي في النادي قال له البس لي البلوفر والله ما انت نافع عشان بلوفر اصفر يجي يشوف دلوقتي ايوه محب يوصله كده مش عارف يروح فين والله ما انت نافع لبس العياء قوي يعني. فهو كان دايما بقى بمناسبه ان حضرتك كنت بتسال هو كان بيخلي تاخدوا حريتكم في التصرف وكده ولا هو اللي بيمشي. فكان دايما بقى الخناق معانا ان احنا بنات فعايزين نتسرح ونعمل شعرنا ونتزوق وكده هو يقول لك خش بلي شعرك بلي شعرك زي ما هو بيبل شعره ويدهن بقى بريونتين بلي شعرها لا وجزم خش بلي جزم انجليزي
لازم نلبس جزمه انجليزي. هو كل مخه بقى المضاد بتتغير، لا هو عاوز نفس الجزمه السيمبل اللي هي الانجليزي. البساطه اللي بتؤدي غرضها وبس. مش عايز النغناش مبالغه. طيب ده يعني كان في انعكاس. طبعا. يعني مؤكد ان بتجيلكوا لحظات في مواقف تتخيلوا لو كان موجود كان حلها لكم ازاي. يعني بتيجي في الحياه كده ساعات للواحد يقول لك لو كان معانا فلان كان رايه ايه في الموضوع ده. حصلت معاكم؟ اكيد. لا يعني طب انتم قد كده اشبعنا بان احنا فعلا كنا يعني كوبي يعني. بتنقلوا لاولادكم كلام؟ لا يعني ما نقولش حاجه مش مقتنعين بيها ابدا. صح صح. واولادكم رابطون بنفس الطريقه بس يعني مش بيبقوش زينا مع ظروف العصر طبعا. طب جامد بقى. لا مش ما هو بقى انا بقول ده اللي مش متعودين نجامل. جزء من شخصيه يعني اولا طبعا انتوا اخدتوا اسم محمود مختار. ما حدش اسم التيتش اسم شهره. بالظبط. وده اطلق عليه لانه ده لاعب السيرك الماهر. لا بس انا كانوا بيقولوا لي ماجد التيتش. طول عمرها. طول عمري وانا بلعب ماجد. لكن الورق الرسمي حتى بعد ما اتجوزت مش ماجد التيتش. يعني ما اخدتش اسم جوزي ماجد التيتش. اسم شهره. بس يعني اكتر من محمود مختار ماجد التيتش. يعني جزء من التكوين بتاع الكابتن محمود مختار الصراحه التامه. انتوا في الانتخابات الاخيره كنتوا حريصين على هذه الصراحه. طبعا. تابعتوها ازاي؟ كنتوا قلقانين شويه. لان انتوا ما نطقتوش واتكلمتوا الا عن قلق. الصرف اللي كان فظيع في الاخر كنا قلقانين طبعا. يعني لان كانت فعلا الدعايه بقى وكنا حاسين ان في فلوس بتدفع كمان فكنا فعلا قلقانين جدا على نتيجه الانتخابات. بس لا مش خايفين من حد يعني. مش خايفين من حد انما خايفين على النادي. خايفين على النادي طبعا. كانوا الناس بيضحكوا معانا قالوا لنا لو حصل العكس مش هتخشوا النادي الاهلي تاني. انتوا بتدلوا مش هتخشوا النادي الاهلي تاني. انتوا دي اول انتخابات يعني تحرصوا ان انتوا تعلنوا رايكم. يعني اتحمقنا فيها زياده. اتحمقت شويه. قبل كده كان الوضع يعني ما كانش فيه يعني قلق. مفيش القلق. توقعتوا النتيجة دي؟ مش بال مش بالفرق كده. مش بالفرق كانت قوية قوي الحقيقة. كانت كنت مجهز لنا كان بيت شعر كده بالعامية حد كتبهم. شوفوا يعني من روعة الكابتن محمود مختار التيتش في وقته. شوف الشعراء أحد شعراء العامية قال يا اللي بتستفت الأسبور مالك محتار إزاي تدور على كابتن راح فين مختار؟ في رأيي لو جعلوا الكابتن بالانتخابات كان غيره ياخد صوت واحد وهو ألوفات. بتوع الأولمبيك شافوا لعبه قالوا ده القاس. لو كان في مصر تلاتة زيه كان تاخد الكاس. يلا يا تيتش ارفع رايتك واعمل مجهود يرعاك ويحميك المولى من كل حسود. يعني كان واصل لكل الناس التميز. يعني انت عايز تفهمني ان في عصره ما كانش فيه لعيبه كويسين جدا؟ لا كتير. انما الانفراد في الشخصيه. يعني ما قال كابتن نجيب المستكاوي يعني انت ممكن هيجي وجيه كتير لعيبه افزاز يعني في مجالهم لكن مش كالشخصيه والاخلاق والغريبه انه ما فكرش يخش مجلس اداره النادي الاهلي خالص. ما ترشحش عمره. لا خالص خالص. كان وكيل شرف. لا هم كانوا بيدوا لقيمته. هو كان اهم واحد في النادي. يعني اي رئيس نادي كان بيجي شاعر ان مختار التيتش هو الاقدر وانه هو اهم واحد في النادي. انا فاكره زمان كان في اوضه في اخر المبنى الاجتماعي دي تملي الاوضه دي مليانه الشخصيات بتاعت النادي الاهلي يقعدوا يتناقشوا بقى في كان يعني صوت طابي تملي بقى مسموع بره. هو كان صوته عالي. كان صاخب وكان قوي وكان واضح وفعلا يعني الصراحه رايه واحنا كنا اما نمشي ونشوفه. لا كان طبعا هو. طب يا باشمهندس كابتن مختار التيتش سلم الراي لكابتن صالح واضح حتى في حرص كابتن صالح على المبادئ. صالح دور على الرايه فين وراح الرايه خدها. يعني واضح انه الكابتن مختار استلهم برضه جعفر ولي باشا.
لانه تقريبا وقعت حسين حجازي لما تخرج بالقوه دي ويتقال لك لو عايز تروح روح بس الاهلي ما ينكسرش وبيعاقبه عشان مبدا رياضي بمناسبه حرص الكابتن التتشي على الاخلاق الرياضيه. ده حسين حجازي وده كان هو مين؟ ايقونه برضه في هذا الوقت. كل المشكله انه ما خرجش استلم ميداليه المركز الثاني لما خسرنا من الترسانه. فازاي يهدر القيمه الرياضيه وهو مين كابتن اللي النادي؟ بقى؟ مجلس اداره النادي. رئيس النادي. فكانت داخل في موسم انتقالات هدد حسين حجازي لو توقفت هروح الزمالك قالوا له روح مطرح مطروح. بس الاهلي هيحافظ على القيمه الرياضيه. فده كان تشدد جعفر والي باشا في الاخلاق الرياضيه. فيستلمها الكابتن مختار التتش اللي بزغ نجمه من سياق هذه الازمه. اجيال بتسلم بعض. هو ده اللي ده المعنى وده اللي لازم نفهمه دلوقتي. إن الرياضة ليها هدف إنك تبني شخصية سليمة. زي حضرتك ما بتقول إن كالحلقة دي يعني القصص اللي بتتحكي دي ما بتبقى مثال للناس تتصرف بهذا التصرف. يخليهم يحبوا النادي الأهلي فريق مختلفة. مش إن إحنا نعاير بعض عشان ماتش كورة. لا تعالى أنت مهما كسبت مش هتبقى زي السبب. لا عندك كان مختار التتش ولا كان عندك صالح سليم ولا كان عندك جعفر والي ولا كان عندك عبد الخالق ثروت ولا عبود باشا ولا احمد حسين باشا. دول اللي هم فضلوا يستلموا الرايه من بعض ويعمقوا في فكره اختلاف النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم الاهلي. فلما نقول هذا الكلام والناس تسخر منه كانت بتألمني انا جدا وبتزعجني. وفرحت قوي انما لقيت ناس بتتالم زيكم معايا. انا اكتشفت دي فجاه ان في ناس يعني يوم ما كلموا وعملوا المداخله. مدام ماجده ومدام ناديه انتوا اتكلمتوا في الفيديو لما سجلتوه على الانتخابات على اللي المهندس عادل بيقول. بالظبط. واحنا ما كناش عارفين انه هيتقال في قناه الاهلي. ناس قلنا عاوزين يعملوا معانا حديث وما نعرفش فوجئت ان ده بيتقال في قناه الاهلي. يعني احنا بنتكلم عادي خالص. اعتقد ما كانش جاي لحضرتك. لا انا فوجئت بالتسجيل. يعني هو حد زميلنا فكر في الفكره دي. استاذ جمال جابر هو اللي فكرها. بالظبط. انما اهداها لنا لما لقى فيها كلام كتير نافع في نفس الموضوع. حسسنا ان احنا مش لوحدنا. لا ده احنا في اساس نستند اليه. يعني حسسنا ان جمهور ملك وكتابه نوعي برضه. ايوه بالظبط. يعني اكيد. لا ده احنا الجمهور الجامد يعني. انا يوميا روحت مطمن. ليه؟ حسيت ان احنا لينا ظهير، لينا ظهر، لينا حد. ايوه بيقول ايوه انتوا بتتكلموا صح. ده احنا شفنا الكلام ده. احنا نشهد بالكلام ده. صحيح. يعني كان حقيقي. التسجيل بتاعكم ما عندكوش فكره ادانا قوه قد ايه. انا شخصيا اداني قوه. صحيح طبعا. وحسسني ان انا بقيت في الاخر بقول الله. هو انا مزودها مش باذن في مالطا يعني. لا هو انا مزودها. بقيت اقول الله هو انا مزودها لما لقيت ان هم كمان قلقانين زيي. لا ده احنا صح بقى والله. يعني يعني اللي هم حافسين بالنادي ازاي يتربوا فيه وازاي كل حاجه. ولادكم بقى يعني عندهم الفكره الكامله على الكابتن مختار التتش ولا الاجيال انفصلت شويه؟ طبعا عشان دايما بنحكي لهم عنه يعني وبيسمعوا عنه برضو يعني. انت لعبت سكواش؟ لعبت سكواش انتوا الاثنين؟ لا انا لعبت سكواش. ما لعبتش معاه ابدا؟ معاه؟ لا 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 كان في سعد. حضرتك تفتكر سعد؟ طبعا سعد. عم سعد. ومع عباس قعود. انا لعبت مع عباس قعود. لعبت مع عباس قعود. كان ده وصل من ابطال العالم. لا انا كنت بلعب سكواش كويس يعني 100% هتلعبي انت كشكول كنت. ولعبت جمباز انتوا الاثنين؟ جمباز. ابتدينا بالجمباز مع نيلي صقر و احمد. مش فاكره ناسي الاسم. جوزها نيلي صقر وجوزها ناسي اسمه بس. عبد العال. عبد العال. ده دخل. وكانت ماجده عز معانا في فرقه الجمباز برضه. والله ما هي كانت باليه كمان. باليه. وتنس طاوله وبتاع. كلهم كانوا كشاكيل. اللي تلعب رياضه كانت بتتماسك كذا حاجه. محمود عبد العال. محمود عبد العال. محمود عبد العال دخل. هاني عبد العال وطارق عبد العال. اللي كان اللي هو هنا اللي كان مدير النشاط الرياضي. اللي كان مدير النشاط الرياضي. ايوه. وكان رئيس اتحاد الجمباز. ورئيس اتحاد الشرطه الرياضي بعد كده. والسباحه لعبنا مع محرم الراغب وحسين الراغب والله بمناسبه السباحه برضو منصور. احنا كنا في احنا الاثنين في فرقه النادي الاهلي وكنت بعوم انا تحت 12 سنه. وبعدين جيت سبت السباحه بقى وما بعومش خالص وكده. ففي يوم
كلمونا من النادي الاهلي قالوا عايزيني، كان في تتابع في نادي هليوبوليس وكانوا عايزيني اروح اعوم. فانا قلت لهم لا يعني متاسفه مش هقدر اروح، انا ما بتمرنش ومش هروح وبطلت سباحه فمش هكمل، يعني مش هروح انا اهزق نفسي ويبقى شكلي وحش. بس وبعدين فوجئت بقى بالوالد بقى الله يرحمه بقى، يعني تدخل دالي درس في الاخلاق يعني لا ينسى. ان ازاي انا فكرت في نفسي وفي شكلي ان انا ما بتمرنش والنادي ادائي مش كويس والنادي الاهلي محتاجني، مفيش حاجه اسمها يعني نفسك غير مقبول ان انا ارفض. طب دي قصه مهمه قوي، ازاي تفوتيها دي؟ ازاي النادي الاهلي يطلبني وانا اقول لا، يعني حرصا على شكلي انا لا. فكرتي في نفسك ما فكرتيش في النادي؟ ناقصوا لعيبه، ناقصوا واحده سباحه في التتابع. ورحنا وكسبنا الحمد لله. ورحتي؟ رحت واشتركتي وكسبتوا الايفنت. طب شفتي بقى كنت هتطلعي لنا ميدالية. اللي هو انكار الذات، ما حدش يفكر في نفسه. هو ترجمها ازاي؟ انت ازاي تفكري في نفسك؟ يعني ان ازاي النادي الاهلي يبقى محتاجني وانا اقول لا ازاي؟ عشان نفسك. نعم. دي قصة برضو هدي من القصص اللي طبعا خازن يا معلم هتحتاج. اللي هو لا هو عرفت يا اولاد تحبوا النادي الاهلي، ابقى بقول لكم ازاي تحبوا النادي الاهلي، حبوه كده حلو كده. انا بكلمكم ايوه انتوا بيتكلم على بنته يعني مش 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 مجرد لاعيبه، لا بنته. لا والنادي الاهلي اول قبلنا كلنا يعني. هو عايز المعنى، عايز شايف النادي الاهلي ده له رساله بيمررها من خلال النادي الاهلي يا ابراهيم. كل دي يا اخوانا حاجات. عايزين ايه من الاهلي في الفتره اللي جايه؟ دي مساله مهمه قوي. عايزينه يكسب. يكسب يكسب. زعلنا قوي النهارده، اتضايقت قوي. لا ده انا شفت كمان فيديو لحضرتك متابعه الكوره كويس قوي. لا خالص. يعني لا انا كان بيقولوا لي انت راجل مش ست. يعني لا عشان كل جيلنا كل الستات ما لهمش دعوه كل مشاكل الكوره وبرامجها متابعينها كويس. يعني احنا من ايام والدتي واخواتها وكده يعني كانوا بنات وفي سنهم ما كانش في حد بيفهم في الكوره. لا دول كانوا اهلاويه بقى، يعني اللي احمد الشيخ بيحكيه عن والده الله يرحمه. لا البنات كانوا اكتر تعصبا. لا ده عيله واضح كلها يعني جذورها الرياضيه والله العظيمه. لما تشوف الله يرحمه التتش وكمال بيحافظ وهم بيتصرفوا في الملاعب، ايه ده فوله انقسمت نصين مش طايقين يخسروا يعني حاجه، وبعدين يخرجوا يهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض لكن في الملعب مش ممكن. بس يعني زي ما تقول لك ايه حماسه ملعب حماس. لا لا حرص على انه ما ياثرش يعني عايز اخر نقطه عرق وبعدين يخسر بقى خلاص. لا كانوا رياضي بمعنى الكلمه يعني. سعاده غامره وعلمتونا وعلمتوا ناس كتير وعشان كده هنديكوا يعني كادو صغير. عبد الرحيم حافظ هيغني لكم زين النوادي. يا سلام ده جميله الاغنيه دي جدا جدا. يعني فبيقول لي شوارب انا جاهز بيها. بقي بس ان احنا نشكر بكل الامتنان الحياه والتقدير مدام ماجده التتش. مدام ناديه التتش. وانا اعتقد دي كانت لحظات مهمه جدا في رحاب ذكرى قيمه عظيمه في تاريخ النادي الاهلي يا جماعه. اللي المهندس عدلي قاله في بدايه الفقره مش بس فكره ان هي اجيال بتسلم بعض، لا دي مسؤوليه تاريخيه حقيقيه علينا من هذا البرنامج ان احنا نقدم لكم ملمح من ملامح شخصيه من عظماء النادي الاهلي بالذات للاجيال الجديده. وهستعير مقوله المهندس عدلي عشان تعرفوا هو ليه الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب لانه عظيم يا باشمهندس. طبعا دي بنتي اللي عارفه. لا عارفينها عارفين. شفت كمان متابعين طبعا. دي هتنبسط قوي لو قلت لها طبعا. عارفين انه غششها انا بس امانه بس بديلها حقها. بس الامانه اهو الامانه اللي بيقول هي. انا بس عايز اطلب منكم طلب قوي تحت امر باذن الله الجايات اكتر ان شاء الله. واللي زي الله يرحمه التتش ما هوش ملككم. لا ولا حتى ملك النادي الاهلي. ده ملك التاريخ وملك القيم وملك الاخلاق. كل انسان معني كيف يلعب الرياضه. بالظبط. والنبي تتعبوا شويه وتدوروا لنا. حاضر. في اي ارشيف جواب يكون كاتبه، صوره يكون واخدها،
تعليق يكون عمله. انا عارف انتوا شكلكم كده مش محتفظين قوي بس لا والله شوفوا مين عندنا والله حاجات كتير بس شوف. تاهت في لا دوروا نقل عليها من بيت لبيت دوروا عليها واطلبوا طالما ان هو كان معني بالعائله هتلاقوا عند افراد العائله قصص. جمعوا هذا الكلام لان يا جماعه دي مش حلقه وعدت. احنا عايزين مثل هذه النماذج نفضل نلح في تقديمها لان كل كلمه بننطقها عنهم بيكون فيها درس. يعني انت اديتينا درس افتكرتيه كده بتاع السباحه ده اللي كنت هتعتذري وانت مبطله سباحه قال لك روحي وكسبتي لان يعني فريق التتابع محتاج واحده. شوف وكل يا استاذ ابراهيم حاجه غريبه كل درس تربوي وراه فوز حاجه غريبه يعني قال لها روحي كسبت في الاهلي كسب وهي مبطله لما يوقف حسين حجازي يطلع التتش يكسب يكسب لما توقف 17 لعيب وتلعب الزمالك تكسب تكسب الزمالك وتكسب الكاس بعديها كل درس الحمد لله في درس تربوي صحيح ربنا بينصفنا بيدينا القيمه والمبدا وبيدينا النتيجه وانتوا يعني ربنا يخليكم ويخلي اللي زيكم انه باستمرار تمدوا الاجيال اللي جايه بمثل هذه الدروس اللي انا بسميها جواهر يعني ويخلي البرنامج ربنا يخليك بتاعكم يعني الجميل فعلا يعني ربنا يخليك يا مدام زينة قناه الاهلي ربنا يخليك يا مدام ماجده شكرا جزيلا مدام ناديه كما نشكر حضراتكم دوما دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي برموزه دائما بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله تصبحوا على خير مع زين النوادي وجلالا تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي لله أيامك الغراء مشرقة تزهى على جمع فيها واحد سجلت فيها من الأمجاد مقارة عزت على كل أعزاز وإمجادي عزت على كل أعزاز وإمجادي خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تاريخ
رحابك بالأرجاء شاسعة لساكن مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية المنادي.